عضلاتها مش بس في صوتها، عضلاتي بقلبي وبإصراري. علشان كده ما بتخافش وبتدخل صراعات. ما بخاف من دخول صراعات إذا أنا مقتنعة أنه بدي أدخل هذا الصراع، إذا كان صراع له علاقة بمبادئي. بتكسر عظام أعدائها على أهون سبب، وساعات من غير سبب خالص. عمري ما فكرت كسر عظام حدا، حتى اللي بيأذوني مو لشي، يعني مو مشانهم، مشاني بحس أنه نحنا بحاجة أنه نضل أرق. نفسها طويل مش بس في الغنى، في معاركها كمان. هو يمكن الإصرار بيخلي نفسي طويل بكل شيء، بالمعارك وبالصلح. بتضرب في الوش وما بتخافش. بضرب بالوش وما بخاف لأني بكره النفاق. مساء الخير أعزائي المشاهدين، أقدم لكم الإعلامية منى عبد الوهاب والنجمة أصالة. أصالة، ها، أهلا بيكي في حلبة مصارحة. شكرا جزيلا، شكرا. أول مرة بكون بحلبة بحياتي عموما. أول مرة؟ لا، بحلبة يعني حقيقية أول مرة بشوفها، بشوفها على التلفزيون لأنه جوزي بيحب كتير يتابع اليو اف سي، وكنت مسميتها كي اف سي، كنت هيك مفكرتها، فيعني أول مرة بشوفها على الحقيقة. يعني عارفة قوانين المصارعة كويس؟ يعني مثلا. والمصارحة؟ أنا البطلة فيها. صح؟ أظن. الوشوش دي؟ كل وش منهم بيحمل صفات مصارع. أصالة، وصراعاتك الكتيرة لما تصارعي تبي أي وش من دول؟ بتصور طفولي. طفولي؟ لأنه يعني سريع وتلقائي، فبتصور أشبه لألي الطفولي، يعني الطفولي والقائد يعني هو إحنا بعد حيرة بس الطفولي. بعد حيرة بصراحة اخترنا لك قائد. انتوا اخترتولي قائد. طب انا بختار الطفولي والقائد ممكن. يعني احنا قعدنا نختار بين قائد وغاضب. لا، غاضب لا بالمره، لانه الغاضب ما بيستمر، ما بتصور انه الغاضب بيقدر بيكون عنده، لانه الحياه بدها مسالمه، يعني حتى بدها صراحه، بدها تكوني قويه، بس مع الغاضب ما بتستمر، يعني النجاح ما بيستمر مع الغاضبين. ويعني اصاله بتقول ان الحياه عايزه مسالمه. يعني مسالمه نوعا ما بأشياء معينة، يعني موضوع يطول شرحه. وجه طفولي ولا مسلمة؟ آخر كلام. طفولي آخر كلام. طفولي آخر كلام. آخر كلام. نبدأ الجولة الأولى ونشوف طفولي يلا. ولا مسالم ولا قائد ولا إيه؟ أصالة، الجولة الأولى هنبدأها ببروفايل ليكي. مشوارك الغنائي 25 سنة، عدد الألبومات 21 ألبوم، 13 مليون متابع على الفيسبوك، 935 ألف متابع على تويتر. متوسط عدد حفلاتك في السنة مش تقريبا. عارفة، لأنه ما في شيء تقريبا، يعني لأنه متغير كل الوقت، فما في شيء. عمري ما عديتهم. عمرك ما عديتيهم؟ لا. عمرك ما حسيتي انه السنه دي كتير حفلات؟ السنه دي قليل الحفلات. اي اكيد في سنين احسن بتكون، يعني عموما كانت 2014 من أسوأ السنين علي، لان صار فيها كتير احداث بشعه بحياتي، وحتى على مستوى شغلي ما كانت كتير عظيمه، وكان عندي دائما، انا بحب عموما رقم 5 كتير، بحب لانه كمان مواليدي 15/5 وبتفاعل بكل رقم فيه 5، فكنت حاسه البونبونة خلصت. إيه، فكنت حاسة إنه 2015 هتكون عظيمة. أصالة، بعد 20 سنة هنا قلتي من 5 سنين تقريبا إنه ما قدرتيش تحققي وعد الناس بالاحتراف وفضلتي طفلة. إيه، يعني عموما أنا مالي محترفة. بعد معارك وصراعات كتير خطيها في حياتك، إزاي قدرتي تحافظي على طفولتك؟ يمكن لأنه هيك كتير بحبني، ويمكن لأنه بابا مرافقني كل الوقت، ويمكن لأني كنت محاطة كل الوقت من بداياتي لليوم محاطة بمحبين غالباً،
ومرات حتى اللي كنت على خلاف معهم كل الأشخاص اللي كنت محاطة فيهم كانوا يخافوا علي. فيمكن هاي الحماية خلتني أكون مرتاحة، خلت عندي القدرة على أني حافظ على الأشياء اللي أنا بحبها فيه، يلي هي طفولتي، يلي هي بعبر عنها أنا بطريقة كتير بطريقة خاصة. يمكن ما تبين طفولة، يمكن في ناس بيشوفوها قوة، في ناس بيشوفوني واثقة من نفسي زيادة عن اللزوم. أنا بشوف أنه يمكن أنا يعني الحقيقة أنه جواي طفلة واثقة من نفسها زيادة عن اللزوم. الصراحة صراحتك أوقات بتعملك مشاكل؟ طول الوقت كتير، يعني لأنه بالحياة عموما المتملقين يعني عايشين حياتهم أسلم. بالنسبة لي في مغامرة كبيرة بإني أعبر عن الأشياء. النجاح لازم له شوية تملق، صح؟ لا بالعكس، يعني بتصور ناس كتير أثبتت العكس، أنا منهم. التملق ما له علاقة بالفن، يعني كل الفنانين الحقيقيين عموما من بداية التاريخ لليوم كل اللي أثروا فينا إن كانوا يعني بألفوا موسيقى أو مخرجين أو ممثلين أو كله، كلهم أشخاص أقرب للصدق من التملق. هنبدأ مع بعض الوجه والوجه الآخر. أوكي. أصالة، شفتي سمعتي قلتي وتشفتي وتسمعتي وتقال عليكي. أوكي. شفنا حوارات صحفية اتنشرت لريم وأيهم نصري إخواتك، الله يرحمه حبيبي. الله يرحمه. آمين. وصفوكي في حواراتهم. بس قلك شي معلي، بلاش أيهم، يعني خلينا بريم، بس بلاش أيهم ريم، لأنه موضوع بدايقني أيهم، لأنه الله يرحمه يعني هو حبيبي، كان بيعبر عن محبته بطريقته، وأنا بس يمكن كنت فاهمته، مشان هيك ما كان عندي ردود كل عمري. انت كنت حاده جدا معاه ساعات؟ لا بالعكس، بالعكس انا كنت مستوعبته كل الوقت، لانه كنت عارفه انه هو بيعبر عن حبه لي وتعلقه فيي بطريقه خاطئه، بس انا كنت عارفه يعني عارفه الحقيقه. انت كنت بتعبري صح، اصالك بتعبر صح. يمكن قصرت، اكيد قصرت، لانه بتعرفي زحمه الحياه مرات بتخليكي تقصري تجاه ناس ما كان لازم تقصري معهم. بالتاكيد قصرت معه، فمشان هيك موضوع اخي ايهم حبيبي بلا، خلينا بريم. أوكي أوكي، بريم بس الله يرحمه. بس أمين يا رب. الموقف ده ما خلكيش تغيري حاجات في تفكيرك حتى مع ريم؟ والله حاولت، يعني شوفي مع أختي ريم حالة خاصة، يعني خلافاتنا خلافات كتير ملعبكة، كتير معقدة. لأنه أنا تفاجأت فوق خيالك باللي صار، تفاجأت بكل التفاصيل اللي هي عملتها. هي بتوصفك بالمتسلطة والظالمة. يعني هي حرة حبيبتي، يمكن لأنه أنا معاي كل عيلتي، أخي وأختي وأمي، وبعد شوي بقلك ليش ماما معاي. يمكن هذه خليها تحس إنها وحيدة، فبتحاول إنها تضايقني ببعض الكلمات. وأنا متأكدة إنه الخلاف اللي بيني وبين أختي ريم تطور طبعاً وكبر، لأنه صار في صحافة، لأنه صار في يعني طلع للعلن، وإلا هاي الخلافات أكيدة أنا إنه موجودة بأغلب العيال بالعالم عموماً، مش بعالمنا بس. بس ما بتطلعش، ما بتخرجش للعلن. ما بتخرجش، لأنه هن مالهم أشخاص يعني موجودين بالضوء. فكونه نحن في صحافة وهيك بتكبر القصة أكتر وبتكبر المشكلة أكتر وبتصير الرجعة صعبة. ليه ما أخذتيهاش مع والدتك إنه تكون معاكو؟ ما هذا اللي بدي أقولك يا، أنا كل عمري مهتمة بريم، مثل ما بهتم اليوم بأختي أماني، مثل ما بهتم بأخي أنس، مثل ما بهتم بشام ولودي ولادي وآدم وعلي. كانت بالنسبة إلي ريم يعني بنتي مش أختي، إحنا الفرق بيننا مش كبير، 5 سنين بس. حتى أختي أماني اللي بيني وبينها سنة كمان بعاملها على أنها بنتي، على أنه أنا اللي بهتم فيها، يعني مش بهتم قصدي ماديا بس بهتم بكل تفاصيل العاطفية. ليه قدرتي تستوعبي أماني وما قدرتيش تستوعبي ريم؟ لأنه ما اكتشفت، يعني بالحقيقة أنا تفاجأت بكل شيء فكرت فيه ريم سابقا، تفاجأت يعني فوق خيالك. كانت بالنسبة إلي يمكن بحياتي كلها تعرضت لصدمات كثيرة، بس هي كانت أكبر صدمة بحياتي. ده من دماغها ولا حد بيخليها تفكر زي ما بتفكر؟ الاثنين يعني هي بتفكر وحد بيسخنها. بالضبط. أي أكيد. مين بيسخنها؟ وهي بسيطة، يعني ريم يمكن مش عارفة إذا بسيطة ولا مش بسيطة، يعني إذا بدك أنا
أنا قررت من أول 2015 إنه كون نفسي. كون نفسي لأنه ما في شيء يستحق إنه أعمل أكذب مشانه ليحترمني، لأنه بالنسبة إلي أنا أهم شيء إنه أنا صدقني وأنا أحترمني وأنا أحبني، هذا بالبداية، وبعدين بيجي احترامك إلي أو احترام الآخرين إلي. وقبل 2015 كنت شوي بكذب وشوي بجامل وشوي دبلوماسية وشوي بدي أقول الجوابات اللي نفسك. الناس قاعدة عم تستناها. لا، ما بيجي على نفسي، بس بقول يعني خليني خليني أقل حدة، خليني أقل صراحة، لأنه مرات كتير صراحتي بتكون مو بمحلها. بس قلت مؤخرا، يمكن مو بس ب 2015، يمكن من اللي صار لي ب 2014، قلت ما في شيء بيستحق على الإطلاق، يعني ما بدي يكون ولا حتى 1% كذابة أو دجالة أو دبلوماسية بالمعنى المتعارف عليه للكلمة، خصوصا بعالمنا العربي البسيط، لأنه دائما نحن غالبا لقاءاتنا ما إلها معنى، حواراتنا ما إلها معنى، كلامنا ما إله معنى. ليه؟ لأنه دائما بدنا نقول اللي عم ينتظروا الآخر إنه يسمعوا. أنا اليوم مالي متطرف، فاللي بدي أقولك يا اللي عم أقولك يا هو منتهى الصراحة، هو الحقيقة بحد ذاتها. أنا كتير كتير انصدمت باختيريم، لأنه كان مفاجأة وسريع وغير متوقع بالنسبة إلي، يعني مثل تماما ما ممكن أي حدا يتفاجأ أو ينصدم بابنه اللي اهتم فيه وعطاه كل الرعاية وكل العناية من كل النواحي، وفجأة يحس إنه كل شيء هو عمله انقلب ضده. أنا أكيدة إنه يمكن قصرت مع أصحابي، يمكن قصرت مع نفسي، يمكن قصرت بأشياء كثيرة، بس عمري بحياتي ما قصرت مع أخواتي. بس كل شيء في الدنيا لي سبب، أكيد بيكون في سبب، خصوصاً إخوات. إيه، بتعرفي احتمال شو؟ احتمال مرات الغيرة بتاخد شكل غريب، شكل غير متوقع. احتمال الغيرة، واحتمال يعني في ناس بتلعب براس ناس. أنا كمان واحدة من الناس اللي كتير ناس بتحكي لي، بس كوني بصدقني، واضح إنك عارفة مين كوني بصدقني كتير، فما برضى أني صدق يعني كلام حدا تاني غيري. فمشان هيك أنا بيلعب في رأسها؟ يعني مش عارفة الأشخاص بحد ذاتهم، بس عارفة إنه في ناس يعني يمكن ضحكوا عليها، يمكن قالوا لها شيء هي بدها تصدقه، وهيك يعني. والدتك ما حاولتش تلعب دور؟ والله بتحاول أمي كل يوم، بتحاول حبيبتي، بس لأنه القصة هيك كبرت وصارت بايخة وما لها معنى، وأنا انجرحت كتير ومرة واحدة. يعني أنا الجرح مش إجا كنت منتظرته، لأنه بحياتي السابقة أكتر صدماتي اللي أخذتها كنت متوقعتها. يعني كنت متوقع أنه هذا الشخص ممكن يعمل كذا، فلما عمل هيك ما صدمتيش؟ ما صدمت، بس لما بتجي صدمة من حدا كتير 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 قريب مني. يعني بس خليني أحكي لك تفصيلة كتير بيهمني أني أقولها. يعني أنا أختي ريم لقبل ما تعمل هيك تقريبا مباشرة، تقريبا كانت بتقعد على حضني، لأنه أنا من الناس اللي كتير كتير حميمية. أنا عموما كتير تطشي، كتير بحب اللمس، كتير بحب الحضن، فأخواتي وولادي وصحابي تعودت أنه أتعامل معهم بهاي الطريقة. فهي قبل ما تعمل هيك مباشرة كانت تقعد على حضني، وكنت تعميها بإيدي، وهي صبية، يعني مش أنه طفلة، وهي صبية وبهتم بتفاصيلها بطريقة حقيقي هستيرية، لأنه أنا يمكن في عيوب كتيرة كتيرة منها، يمكن حتى قوتي مرات بتنقلب علي سلبيا. بس انه انا بتصور من خلال خبرتي انه هيك شخصية بنقط حنان. فكانت قبل ما تعمل هالموقف مباشرة هي قاعدة جوا قلبي وخايفة عليها انا كتير، لانه كانت ببيروت وكنت قلقانة عليها كتير، وكنت عم ببعت لها مسجات لانها ما كانت ما عم ترد، قلقانة عليها. ما كنت عارفة إنه في شيء عندها بده يطلع، إنه بدها تغني، ما كنت عارفة أساساً، ما حد صدقي. وراس بابا ما كنت عارفة إنه هي مغنية أو بتغني، كنت بعرف إنه أماني صوتها حلو وراس ما تعرفيش بابا. حتى إنه يعني ومن خلق بابا، لأنه حيقولوا لي حرام تقولي وراس أبوك، ومن خلق بابا اللي هو الله. إني ما كنت عارفة إنه أختي بتغني لدرجة إنها بدها تحترف،
صوتها يعني مثل صوت ماما، مثل صوت صوت بسيط يعني. لو قلت لك عاوزة تحترف تساعديها ولا ما تساعديها؟ لا هقول لك الحقيقة، لأني بخاف من بخاف عليها من اللي هي فيه اليوم، بخاف عليها. أنا اليوم غنيت يمكن إذا أنت بتساعديها بتحميها من اللي هي فيه أو اللي ممكن تتعرض له. حسيت إنها مو مضطرة، أنا كنت متخيلة إنه هي مو مضطرة تدخل مجال حتشوف فيه أشياء كنت عم حاول أحميها منه. بس الشهرة ليها بريق؟ لا أخت هالبريق يعني، بس مش اضطرار يعني، بس هو بريق يعني. ليكي أنا مبسوطة طبعا بالشهرة ومبسوطة بمحبة الناس كتير، بس مثل ما قلت لك قبل شوي مشان ما عيد وكون يعني هذا مشان ما عيد كلامي يصير بايخ، أنا كنت من بدايتي لليوم محاطة بناس كتير بتخاف علي، سواء خانوني فيما بعد، سواء صدموني فيما بعد، أي شيء، بس أنا محاطة محاطة ومحمية كل الوقت من عمري 6 سنين لليوم، محاطة بمحبة وباهتمام. فمشان هيك عندي، إذا بتطلب منك أصالة وبتقفي جنبها وبتساعديها بتكون محاطة بحبك. لأنه أنا رغم أني محاطة، رغم أني محاطة جدا، خايفة تتحسب عليك. شفت أشياء ما بدي إخواتي يشوفوها، يعني قلك أنه أنا شفت بس اللون الوردي بالفن، أكيد لا، أكيد شفت شوفات حتى، وأنا قلك هلأ صحية 100% ولا حتى 50%. بس أنا من غير اللي شفتيه يعني أصلاً. اللي شفتيه هو اللي خلاكي أصالة بالتأكيد، لأنه أنا في أشياء قاومتها، الكذب مثلا قاومته، التملق قاومته، الرخص قاومته، لأنه في أشياء كتير. مع العلم أني أنا عاشقة للموسيقى، هاي الموسيقى عالم من أرقى ما يكون، ولكن في أشخاص هيك شواته منشوفهم، منطرق فيهم، نتعامل معهم. يعني اليوم أنا زميلة مع أشخاص مو منطقي يكون زميلة معهم، يعني مو منطقي. بس زي اليوم مين؟ إنه زي كتير، زي كتير ما بينفع أكون أنا زميلة لألون، لأنه أنا اليوم تنتفت وتقطعت وتعلمت ودرست وأنا بالنسبة لي لما بغني بأشعر أنا قبل ما يأشعروا الناس، بنطرب قبل ما ينطربوا، بسلطن قبل ما يصل. أنا بعشق صوتي. أصالة بتحب صوت أصالة فوق خيالك. أصالة لو قلتلك إذا ممكن توجهي رسالة لأختك ريم تقول لها إيه؟ شوفي هي موضوع الرسالة هي مش عارفة، ما بعرف أعملهم، بس يعني اللي بدي أقوله ما بعرف هيك أقول وجه رسالة وأعمل الأشياء، بس أنت اسأليني هيك وأنا بقول تقول لها إيه؟ نصيحة، خليها نصيحة. كمان بكره أنصح، بس اللي بدي أقوله اللي قلت لك يا قبل شوي، إنه دائما نحن بدي أقول لريم، عايشين العمر كله، كل عمرنا منفتش على حالنا بعالم عربي خصوصا، يعني على وجه الخصوص مضيعنا من ولادتنا. إحنا من وقت منولد منتعلم بعد ما نولد بشوي نبتدي يعلمونا لا تقول هيك لعمه، لا تقول هيك لأنتي، تصرف هيك، بيعلمونا شو بدنا، كأنه عم يوجهونا مشاعرنا. نحن عم ندور على حالنا، لما منلاقي حدا يحبنا ويحمينا. أنا اليوم عندي من أصدقاء خصوصي ومحبين، بتصور حتى أنا صنعت هاي المحبة، يعني أنا صنعتها بمحبتي بطريقتي. اليوم إذا بتعيشي يمكن معي فترة ما تقدري تعيشي بدوني، لأنه أنا بقدر خليكي تحبيني هالقد، لأني كل الوقت بفتش على بس المحبة، بس ما بدي ضيع عن حالي. خايفة تكون ريم أختي ضاعت عن حالها، مشان هيك بتتلكك مرات أنه ماما بتكون معي، لأنه الرعاية هي مش مادية، الرعاية تفاصيل كتيرة. يعني لترعي أمك مش أنك تعطيها فلوس، أكيد ترعي أمك يعني، أو تحس ماما أنها مرتاحة ببيتي، أنه تكوني جنبها، أنه تديها حنية، أنه بكل تديها تفاصيلة. تحسسيها أنه أنت جنبها، أنه قريبة منها، أنه فاهمة كل حاجة هي حساها. هي الرعاية مش مادية. أمي أكيد. عمرها ما كانت مجبرة أنها تعيش معي، كل عمرها كان أنها تعيش معي اختياري، لأنه ماما عندها بيتها وعندها إخواتي مرتاحين وفيها تقول أنه لا بدي زور هون شوي، بس دائما بتحس أنه مكانها جنبي. والرعاية هي اللي أنا بقدم لها إياها هو أقل حقوقها. واليوم أنا بفكر أنه حتى لو أهلينا مرات بيقصروا معانا، حتى لو ما من حقنا اليوم نحاسبهم إطلاقا، أكيد. بالعكس بدنا نشوف منايحهم من النواحي الأخرى، أكيد شو محاسنهم، لأنه
وإذا فكرنا بتفاصيلهم هنعذرهم نعذر لهم يعني إذا قصروا معنا مرات. أنا أمي مثلاً لما بسافر عمري ما فكرت إنه أمي تدق لي تتصل فيي، أنا كل عمري أنا بتصل فيها، كل عمري أنا اللي بهتم، وهي بعد يعني وهي طبعاً بتهتم بطريقتها اللي بتعمله معاي ماما. يعني أنا بقول 90% اليوم من سبب اهتمامي بنفسي وبصوتي وبفني وإلى آخره وبصحابي. أنا اليوم مثلاً بسافر من بلد لبلد لكون مع صاحبتي أقعد معها بالبيت ونلعب ونغني ونرقص وإنسى أني أنا مثلاً أم لأربع أولاد وزوجي وعندي مسؤولية بيت. وماما سببه ماما، بس كمان بالتالي أنا راعيتها من كل النواحي فوق ما تخيل. يعني اليوم مثلا موعد إبرة أمي، اليوم موعد إن ماما لازم تاخد إبرة فيتامينز، قبل ما يجي لك أمنت إنه يجي للصيدلاني وشو الإبر حتى الإبرة إنها تكون رفيعة اللي بتاخدها، لأنه بالمرة اللي فاتت أخدت إبرة تخينة زعجتها. فيعني هي التفاصيل البسيطة ومنها عدي مليار قصة. هي بتقول إنه ماما ما بتهتم، نحن اللي لازم اليوم نهتم بأهالينا لا يهتموا. أكيد فينا. أكيد بس بيكبروا لازم إحنا. شفتي على هالرسالة الطويلة بس عظيمة. رسالة طويلة بس عظيمة. تسلم. شفنا لك حوار مكتوب قلتي فيه إن عمرو دياب ما حضرش فرح شام بنتك لأنه طلب أجر عالي. لا والله هني سألوني. شوفي أنا كتير أنا واحدة من الأشخاص يلي أجري عالي. ولكن إذا في أشخاص بيعزوا علي أصحاب إلى آخره يعني بحرج منهم وبدون مبالغة إنه أنا تقريبا أغلب حفلاتي الخاصة اللي صرت بنطلب عليها مؤخرا صارت لأصدقاء لألي، فبعملها توتالي ببلاش. وبعتبر إنه العلاقات الإنسانية يعني أنا الحمد لله الحمد لله مرتاحة، واللي بعمله اليوم يعني طريقة حياتي هي نفسها اللي حعيشها لو معي قد هيك 10 أضعاف. قلتي إنه إذا رصيدي إذا بيكون رصيدي 10 ملايين دولار ممكن يكون معايا بس 2 مليون دولار وأكون عايشة مرتاحة وراضية بيهم بنفس الطريقة كأن معايا 10 ملايين إيه؟ بالضبط. فأنا واحدة من الناس كان اللي كان قصدك بقى وقتها إنه الصداقة أغلى من المال؟ إيه صداقة أغلى طبعاً، صداقة أغلى بكتير. كان قصدك إن عمرو يعني دياب خايف على المال أكتر من الصداقة أو اشترى المال بقى المال على الصداقة؟ هو ما يعني إحنا مالنا أصحاب، هو أصحاب مع طارق كانوا يمكن هو بيعتبرها مش عارفة كيف بيقيس صداقاته أو كيف بيفكر فيها. بس أنا مو زعلانة منه لأنه هي مدارس. يعني في ناس ما عندها استعداد تعمل يعني تعمل مواقف، وهو حر بالآخر لأنه يعني كانت الخيارات. ما زعلتيش منه؟ ما زعلتش منه لأنه هو مش صديقي. ما زعلتيش منه وخرجتي الكلام ده للإعلام؟ أمال لو زعلتي؟ والله ما زعلت، لأنه سألوني ليه ما أجى عمرو دياب، لأنه كانت انتشرت قصة أنه جاي عمرو هو اللي غني بفرح شاميتي، وفقلت أنه وعرفوا أنه موضوع الأجر وهيك، بس أنه موضوع بالنسبة لي يعني ما لا يعني لي. يعني غنى عمرو دياب أو غنى، بهمني أصدقائي اللي إجوا حضروا اللي هن سميرة وأنغام وأحلام، إجوا كل حدا من مكان والمكان الفرح كان بعيد، إجوا يجاملوا ويوقفوا جنبي ويوقفوا على المسرح يحاولوا يرقصوا معانا وهيك ويفرحوا. فهدول اللي بيهموني بيهموني أصحابي. زمان كنتي بتوصفي عمرو دياب بالنجم الأكثر ذكاء، دلوقتي بتوصفيه تقيل الدم. لا عمري ما قلت عنه تقيل الدم، ما قلت عنه تقيل الدم بحياتي. يعني كونه مادي هو حر، يعني كونه موضوع المادي بالنسبة له الأولوية هو حر. هي ما قلتيش عمرو دياب تقيل الدم؟ لا عمري ما قعدت معها شوفه تقيل الدم. طارق بيقول لي دمه خفيف وبيضحكوا طول الوقت طارق يكونوا مع بعض. انا يعني ما قعدت معها يمكن مره مرتين في حياتي، فما اكتشفت يعني خفه دمه. طب لما شفتيه في هلا فبراير ايه حسيتي بايه؟ حسيتي انطباعك؟ يعني انا عموما هو من الاشخاص، يعني اكيد ما عندك شك بصدق كلامي، هو من الاشخاص اللي انا بحترم استمراريته وبعتبر انه هو ذكي جدا يعني بمسيرته جدا، مش بس انا كل العالم العربي. وبيعجبني كثير من اغانيه، يعني الا مؤخرا بحس انه
مرات بيكرر نفسه، بس عموما هو كتير بيعجبني. يعني لما بيلحن لنفسه بيكرر نفسه، بس كمان هذا رأيي الخاص، يمكن يكون رأي ناس كتير غير، بس عموما أنا بحترم مسيرته وبحترم إصراره. وقت برنامج الحلم قلتي إنه حلمه غير صادق، لا، وقلتي بعد عرض البرنامج إنه مغرور. أبدا بيبي، يعني مغرور بالله ما بتصور، يعني مش في جريدة الشروق يمكن بيألفوا علي، يعني مش كلمتي إنه أقول عنه مغرور، لأنه أنا بينقال عني مغرورة كتير. أنا ما تعاملت معه لأعرف إذا هو مغرور أو لا، ما تعاملت معه، فما بتصور، ما بتصور قلتها باب. ولو قلتها فأنا آسفة، يعني قلتها يمكن هبل، بس ما بتصور قلتها. تامر حسني، سمعنا أنك حذفتي جزء من حلقة آدم لأنه كان بيغني لتامر حسني، لا ومن خلق لأن بابا. تامر حسني رفض أكتر من مرة الظهور معاكي في صولة. هي ما اسمهاش رفض، هو اعتذر، اسمه اعتذر أكتر من مرة، أو اعتذر مرة لأن طلبناه مرة واعتذر مرة، وبالمرة الثانية ما طلبناه. ومو أنا اللي بطلب ومو أنا اللي بقترح، يعني نحنا أشخاص كتار هنا اللي بيقرروا، مش حذفتي أنا. حذفتي بالفعل جزء من حلقة من آدم بابا. الجزء اللي كان بيغني فيه لتامر حسني بابا. لا والله العظيم إطلاقا. بس هو قال لأكتر من حد إنه زعلان منك بسبب ده. إذا زعلان وده السبب اللي قاله إنه أنا كتير بحبه، لأنه إحنا بيننا أصدقاء مشتركين كتير، وأنا كتير بحبه على مواقفه مع الأشخاص، بحب طريقته، بحب طيبته، بحب وقفاته، بحب يعني أخي بحبه كتير أنوس، وبحترم فيه هي تفاصيله الحياتية، اهتمامه بوالدته، بحترم طريقته عموما، فأنا بحبه فعلا، بحبه من قلبي. ولولا هيك يعني ما رح قلك، يعني لو ما قلي ما رأ في حقلك. انت بتصلحي علاقتك معاه دلوقتي إطلاقاً في البرنامج؟ يعني لا يعني لي انه حتى شو يعني اصله هو قال كده بالفعل، يعني لا يعني لي ايه قال، بس يعني انا بعتذر منه اذا هيك فكر، او انه يعني احنا قلنا على ظنه، أصالة بعتذر على ظنه بتستعدي فيه. النجوم اللي بيرفضوا الظهور معاها او بيرفضوا دعوتها، بيبي اللي ما بيجي اليوم بيجي بكره لبرنامج، يعني اللي اليوم ما اجى بيجي بكره. ما انا كمان بالتالي بعتذر من اصدقاء بحبهم بعشقهم على مناسبات لازم احضرها، ما المفروض يزعلوا مني، لانه اللي ما اجيته اليوم بيجي له بكره. هي المناسبه ما قدرت اجي، عزيمتك هالخميس بيجي لك الخميس اللي بعده، يعني مش حننقطع. فانا يعني بعمري ما بقطع بهالطريقه، وانا واحده من الناس اللي بقصر مع اقرب الناس لي، اقرب اصدقائي بقصر غصب عني، بعتذر غصب عني، ما بروح مناسبات. بس هو مش بيعتذر علشان الوقت، هو كان بيعتذر عن الظهور، انه رافض الظهور. يعني اسمحي لي هيك اقول لك، انه الظهور معي يعني سعاده إلهن وإلي اكيد، فاللي بيطلع معي بيكون يعني هو المكسب لإله. سمعنا وشفنا حلمي بكر بيوجه لك كلامه وبيقول أصالة جت مصر بشبشب، إذا هتتغري عليا أنا أقدر أعاقبك كويس. هو بالنسبة له يعني كل الناس جت بشبشب، مش عارف يعني هو أستاذ حلمي عموما ما جيت، يعني كل عمري أنا يعني بنت فنان كبير، وكل عمري مرتاحة نوعا ما، يعني بسيطين نحن، بس يعني ما جينا ما طلعنا شارع بشبشب. بس عموما يعني متعودة على كلام الأستاذ حلمي، بتعرفي وبتسامح معاه، يمكن لأنه هو إلي ذكريات هيك معاه. هو كان متجوز بنت خالتي، كان بينه وبينها حوالي 300 سنة أقل شوي، بس تحت الهزيمة لا يعني هو كل عمره هيك لسانه قاسي، بس هو طيب، هي مش عارفة كيف زابطة، هي تركيبة زابطة بس معاه. فكنت كل الوقت، وأنا لأنه يعني عرفته الحقيقة من بداياتي، لأنه هو بأول ألبوم كان معاي بيا سبريانا، وغنيت له كثير من يعني بعد رجعت تعاملت معاه أظني بغيار قوي بأغاني كثيرة، فبعرف كيف طريقته. عمري تصدقي بحياتي ما شفته بيحكي عن حدا معجب فيه، أو يعني تربطه معه علاقة حب. ليه هجومه عليكي بالشكل ده؟ مش عارفة، بس رجع صالحني أو صالحته، يعني رجع بقى قال كلام. أنت اللي صالحتي؟ ما بتذكر تصدقي، بس بتذكر انه تصالحنا، يعني مو بتذكر مين صالح مين، بس انا دائما هيك يعني قبلت استاذ حلمي بمحاسنه ومحاسنه بكل شيء، يعني قبلته وبحبه بطريقته، بمحاسنه كلها، بمحاسنه الرائعه. وزوي طبعا يعني ملحن فظيع ما في شك. امال ماهر
ما شفناهاش ليه بتشارك معاكي ومع ضيوفك في برنامج صولا؟ أنا أمال من الناس اللي كتير بحب صوتها، وبحب مثل ما بحب مي فاروق كتير، مثل ما بحب ريهام كتير، مثل ما بحب غادة رجب كتير. ففي أشخاص كمان ما شاركتش، وغادة كمان ما يعني ما شاركت، وفي أصوات أنا كتير فخورة فيها حتى من تونس. في عندي يعني عدد من الناس اللي أنا حتى فان لشخصيتهم هيك، مع تركيبتهم مع صوتهم، منهم مطربة بتونس اسمها أمينة فاخت، كتير بحبها وبحب طريقتها، تستهويني. كمان ما استضفتها، بس إن شاء الله يعني بالسيزن الجاي بيكونوا معي ضيوف. نشرتي صورك وقت الإعداد لحفل هلا فبراير بشكل الصحافة قالت إنه بتقلدي أحلام أو بتتريقي على أحلام، لأنه دي من طقوس أحلام قبل خروجها لحفلتها. يعني ولا مرة عملت إني أنا أصور بموبايلي ونزل على موبايلي في حياتي. أنا حتى قبل نزول ألبومي بحكي مع الناس، مثلا أنا أكثر شيء نشيطة على تويتر، ما بعرف سوق لنفسي أو أقول مثلا ألبومي اسمعوني قرب ألبومي. طب ليه الحفلة دي بالذات صورتي وصورتي الأعداد للحفل مش على موبايلي؟ يعني يمكن حدا صورني، بس اتحط على حسابك. يمكن أنوستي هو بيهتم فيه، حبيبي أخي هو اللي صور، فبينزل هو على الانستغرام. أنا ما بتابعه، أنس أخي. بس أنا بحياتي ما عملت يعني على موبايلي أو نزل بتويتر أو ما كانش قصدك تقلدي أحلام إطلاقا، يعني إطلاقا لا أنا بقلدها ولا هي بتقلدني. إحنا يعني نفوذ أحلام في الصحافة أكثر من أصالة، عشان كده هجموكي أنت في الصور دي، ما هجموش أحلام؟ لا يهجموني، ما الصحافة مرات كتير سخيفة، يعني بيطلعوا أشياء سطحية وبيحكوا فيها وبيكبروها على أساس أنهم يعملوا مشكلة بين اثنين، وهي شغلتهم يعني عموما، شغلت يعني عدد كبير منهم. بس المشاكل للأسف بينك وبين أحلام مش محتاجة صحافة. لا مش محتاجة، نحن بنختلف كتير أي هي حقيقة، بنختلف وبنتصالح، وهيك هي عندها طريقة يمكن مرات بتستفزني، أنا مرات ردودي بتضايقة، فيعني بنتخانق. إيه رأيك في أحلام؟ في بيننا شيء مشترك، يعني أنا عموما بحب اهتمامها فيه، خصوصا يعني لما نلتقى بحس بمحبتها، ولها مواقف معي ولي مواقف معها بالتالي. فيعني أنا هي من الشخصيات اللي ما بقدر أزعل منها فترة طويلة، لأن بالآخر هي كتير طيبة. بس أنا برضو مصرة أعرف رأيك في أحلام. تعجبني. تعجبك، بتسمعيها؟ شوفي أحلام من وجهة نظري مناضلة درجة أولى، نشيطة عدا عن إنها موهوبة، والفن اللي بتقدمه ضروري ومهم جدا، إن كان على مستوى الخليج أو بالعالم العربي. هي واحدة من الناس اللي بتصيغ الأغنية بشكل من أشكال الفرح. أنا بالنسبة إلي بتسعدني أحلام لما بحضرها، لأنه بحس إنها عم تعمل مجهود حقيقي لحتى تسعدني، لتخليني حس إني بدي أرقص، بدي سقف، بدي حس بالحياة يعني. فاللي بتقدمه بيستهويني. شهرة أحلام أكتر علشان الغنى ولا إثارة جدل؟ لا، أحلام عملت حالة مع موهبتها، صارت حالة. إن كان في ناس مثلا بيعجبون أو ما بيعجبون، بس هي حالة. أنا بالنسبة إلي مرات كتير كنت كتير يعني الحقيقة 90% من متابعتي لبرنامجها اللي بتطلع فيه مخصوص مشانها، يعني مخصوص لشوف اللي بتعمله، بتسليني بشكل ما بتخيلي، مرات بتخليني أوقف ألزق بالتلفزيون، بتسليني وبحس إنه الوقت يعني غنى وإثارة جدل الاثنين مع بعض. وبتصوري إنه هي شخصية مهمة للفنان، إنه يكون مثير للجدل، إنه يعمل إشياء مرات ما تعجبنا مرات تعجبنا، مرات نقول كيف قدر هيك يقول، مرات نقول لا والله بيفهم لبسه هالمرة، يا لطيف شو مو حلو هالمرة، لا طالع بجنن. فهي من واحدة من هدول الأشخاص. علشان جبنا سيرة البرنامج، قلتي إنك استغربتي الضحك الهستيري اللي ضحكوا راغب علامة لما أحلام حكت عنك في عرب آيدول. عرفتي بعد كده مبرر الضحك؟ ما عرفش، بس يعني حقيقة ما عرفت، بس هو راغب بيضحك كتير، يعني هو ما شاء الله يعني إن شاء الله دائما، بس بيضحك طعمه ولا طعمه يعني طول الوقت بيضحك. بس وقت ذكرتني، ما رح أقولك ما بتذكر لأني بتذكر حكون كذابة يعني، وقت ذكرتني ضحك بطريقة هستيرية، يعني فيها شيء ما له معنى، ما في شيء كان بيضحك. وعموما نحنا مش أصحاب، وبتصور إنه نحن الاثنين ما بدنا نكون أصحاب،
يعني أنا أكيد ما بدي. أنت ورابط. بتصوري أكيد هو ما بده. آه. ومش ضروري. يعني لا بيأثر هو علي ولا أنا بالتالي بأثر عليه. وكمان أنا وراغب مسيرات مختلفة وما قلنا علاقة. طب بعض. ليه ما بدك يعني, نلتقي فيها؟ أصالة اللي بتحب الناس وبتحب الصداقات وبتحب. في ناس ما قلي مرق فيها. مش إنه أنا يعني توتلي بحب الناس هيك بالمطلق بمشي وبحضن وبوز. في ناس ما قلي مرق فيها. أنا بحب الناس اللي بتحبني وبحب الناس اللي في بيني وبينها جاذب وفي بيني وبينهم تفاهم. مش ماشي حدين وحب الناس كلها يعني. حتى من أصحابي في عدد بحب جوازهم, يعني بحس إنه مع جوزة هو كمان صديقي وأخي وحبيبي وإلى آخره. يعني مثلا خليني أحكي لك, أنا عندي صديقة مدينة كتير وفي أشخاص لا, يعني قصدي في أشخاص مثلنا معتدلين. عندي صديقة مدينة كتير وكتير يعني متزمتة, جوزة تقريبا من ال مش رح أقول مين بس من ال متعصبين جدا اللي هن لهم اسم من اثنين يتألف من كلمتين. من كتر ما هو بيحبني وتعلق فيي من كلام صاحبتي عني أو من طريقتي معه, لأنه هو لطيف بالآخر ولذيذ وإلى آخره كبني آدم يعني. مرات كتير بيسلم علي لما ما منلتقى فترة, بيسلم علي وبيحضني. فيعني قصدي, وعندي ناس من صحابي ما لي مرق فيهم, يعني ما بحب كثير جوزة بلاقي دمه تقيل وثقيل. فأنا مش ماشي أحب كل الناس. مش قصدي إلك يعني أنه أنا والله فظيعة يعني, لا أكيد يعني. مش حنشوف لا. راغب علامة ضيف في صولة. أنا يعني ما كثير لي مرق, يعني مو جعبالي. وأكيد هو مو جعباله فيمكن ما يكون. كتبتي على حسابك على تويتر أحلام صديقة, لكن سميرة سعيد وأنغام هم اللي بلاقيهم جنبي في حزني. وهي الصداقة إيه؟ حزني وفرحي ومواقف شدة. يمكن لأنه كنت زعلانة بوقتها من أحلام, لأنه قالت ما في صداقة بالفن. كانت هي قايلة هيك جملة, فأنا رديت عليها ورغم أنه هي صديقة ويعني أو ما بعرف لي قلت عن أحلام وسميرة تحديداً. عن سوري, عن أنغام وسميرة. أنغام وسميرة لأنه كمان بحكم أنه قعدتي بمصر, ويمكن لا كمان مش بحكم قعدتي بمصر, أنا هن من الأشخاص سميرة وأنغام اللي كتير في أشياء مشتركة بيني وبينهم كتير, وبعشق طريقتهم وبحس مرات أني أنا أتحول لفان لألون إن كان سميرة وأنغام. بحبهم وبحب خوفهم علي, وبالتالي أنا بخاف عليهم. وأنا أحترم هاي العلاقات عموما, وخصوصا بين الأشخاص اللي بيكونوا من نفس المهنة, لأنها بتكون علاقة كتير غريبة. بتعرفي لما بسمع أنغام على الراديو أو بحط لها سي دي, باللحظة اللي بكون عم بسمعها فيها بحسها إنه هي أقرب لألي من أي شخص آخر, قريبة لنفسي بشكل غريب. بحس كأني عم بسمعني, كأني عم شوفه, خصوصا إنه كمان تحديدا أنا وأنغام بدايتنا بنفس السنة وبنفس الطريقة. نحن أطفال وغنينا وأبهاتنا اهتمت فينا, عنا كتير أشياء مشتركة أنا وياها. فبحس بشوف مرات كتير حالي فيها. كتبتي كمان على تويتر أسوأ صباح لما شفت فلة الجزائرية مصورة كليب مع شاب صغير, كان كليب بقلبي بخبيك. ده اللي كنت بتقصديه. ليه أسوأ صباح لما شفتي فلة مصورة مع شاب صغير؟ بعتذر. ليه؟ كتير ندمت. ندمتي على اللي قلتيه؟ ندمت بشكل ما بتتصوري. بس هاد اللي عم قلك يا إنه أنا مرات كتير كتير بوقع بمطبات, بعمل أشياء لأنه تفكيري سريع ومشاعري ومشاعري مندفعة هيك, وأنا مش عارفة زعلت منها ولا زعلت عليها ولا الكليب عجب لي حالي من الأسى. زعلت كتير كتير. يعني أنا عموما من الناس اللي لا أشجع هاي العلاقات واستهجن. إن كان رجال لما كبير, لما تكون الست أكبر من الراجل, كان رجال كبير مثلا بيتجوز بنت صغيرة, كتير بيوقع من عيني وكتير بحس بنقص فيه وما بقدر لاقي له مبررات, لأنه بحس هو نوع من أنواع المرض من وجهة نظري. وأنا حرة إن خليني أقول كون معك يعني كتير حقيقية كأني مع نفسي يعني. أكيد. والعكس كتير بيخوفني من الدنيا, بحس إنه في شيء غلط. لأنه المفروض يعني أنا مثلا حتى يعني أنا مثلاً رفقات أخي أنس بحس إنه معهم هيك في شعور له علاقة تقريباً بالأمومة تقريباً. يعني في رفيق لأخي أنس اسمه نور,
بحبه حب كأنه أحد من أولادي، فما ينفعش أنه يعني هاي المشاعر تتحول لشيء يعني بحس فيها بصعوبة. ولكن مع ذلك كتير اندمت أني قلت وحسيت أني جرحتها وزعلت من حالي فوق ما تتصوري، فوق ما تتصوري. فأنا يعني عن جد اعتذرت منها على تويتر. قالت منها رد فعل؟ إجالي طبعا ثبتني وما أعرف شو قالت، ثبتني طبعا وعندها حق، ما زعلت منها، ثبتني وعندها حق يعني 100%. ورجعت بعد ما ثبتني اعتذرت لأنه بعرف إني غلطانة، ما إلي حق أنا حبيت صراحتك إيه؟ لا ما إلي حق تسرع وقول ما هي حرة بدها تحب ولد أصغر منا ولا أكبر منا، ولا هي حرة، أنا شو دخلني؟ وعيب اللي بدي أقوله. طب حتى رأيي بقول لك يا مثلا بيني وبينك، بس ليه أقول خلص بقى وآسفة؟ كتير اندمت وتسرعت. وعموما هي يعني أنا كلها بالحقيقة بتكسر لي قلبي، بتكسر لي قلبي كتير. ومرات كتير حاولت أني يكون جنبها وما انحلت القصة، وبسولة معاي بالبرنامج كمان يعني مشان هي ما تفكر عكس هيك كتير، أنه بس كانت الظروف يعني أقوى مني ومنها، ما قدرت استضيفة. ما بعرف بس تكسر لي قلبي لأنه بحس أنه هي مش عارفة إذا كانت هي السبب ولا الظروف السبب ولا الناس السبب ولا ما بعرف، بس بحس إنه هي كان ممكن تكون أو كان المفروض تكون غير هيك وأهم بكتير من هيك لموهبتها كبيرة. بتحسي إنه موهبتها أكتر أكبر من اللي وصلت له؟ بالتأكيد بالتأكيد. شيء لا يصدق مرور الوقت وترتيب الذكريات، شيء لا يصدق أيامنا تركض أمامنا. عاوزة تكملي ولا أكمل أنا؟ لا كملي بيبي. نحاول بشتى الطرق تمهلها، فكيف نوقف الزمن لحظة كل لحظة؟ أصالة مفلسفة للدرجة دي أنت في صراع مع الزمن؟ إيه أنا بصراع، صراع مع الزمن؟ فوق خيالك، بخاف من الزمن كتير كتير. أصالة تقدم العمر بيزعجك كفنانة؟ بيموتني بخاف فوق خيالك. يعني لما بتطلع على المراية إذا طلع لي هون كسرات تحت عيني بتقهرني، بتخلي لي هيك بقلبي مش عارفة يعني أتصالح معها. إذا حسيت أنه في شيء مش قادرة أعمله يلي هو لهلأ مش عارفة شو هو، بس ما صار، بس بتصدقي أنا لليوم بس أنا خايفة يكون في يوم قريب أو يمكن يكون بعيد بس أنا كمان مش قادرة أستقبله. في شيء ما أقدر أعمله، إن كان بممارستي للرياضة. بقول له للشاب اللي بمرني اسمه أنس كمان على اسم أخي حبيبي، بقول له لعبني مثل ما بتلعب بنت عمرها 16 سنة، أوعى تخاف علي من شيء، إن كان في نط وإن كان في ما بعرف شو وإن كان في حديد وإن أي شيء، أوعى تتأخر، تعاملني كأني بنت عمري 16 سنة. بخاف من الزمن فوق ما تتصوري، خايفة كتير على بشرتي كتير لدرجة أني أنا مريضة كريمات وماسكات وطول الوقت وهيك، وخايفة مرعوبة. نفسي طبعا أفكر كتير مرات أنه بدي أروح دكتور يخليني أعرف استقبل يوم احتمال يجي اتطلع بالمراية لاقي انه انا مش قادرة وقف كرمشات حوالي عيوني، مش قادرة هدول اذا طلعوا لي ما بعرف اذا حعرف. يعني بخاف فوق خيالك. يا رب يخترعوا لنا شيء. باخذ كيوتين بي 6 بي 12 فيتامين سي، باكل كيوي كتير بيريز، كل ما بسافر بجيب صناديق بيريز وبقعد باكل. بيقول لك كويسة للبشرة. ايه بخايفة. إيه كان إحساسك أول مرة شفتي شعرة بيضة في شعرك؟ هلأ صار لي فترة ما صبغت. لا أنا تأخرت لأنه يعني بابا وماما تأخروا يعني وراسة كان المفروض يطلع قبل هيك. لما طلع أول ما طلع شعرة بيضة دمرت نفسياً. حسيت أول دلوقتي شعرة أو أول خمس شعرات شلتهم بالملقط وغمضت هيك قلت لهم شيلوا لي اياهم بسرعة مش قادرة اشوفهم. صار لي فترة عم حاول اقول يلا ماشي لانه في بنات صغار بيطلع لهم شيب فبواسي حالي بهي، فانا بعتبر حالي انه بنت صغيرة بالذات. لا كتير كتير فعلا. أصالة عندك قناعة انه طفولتك اللي بتحافظي عليها هي اللي ممكن
تديم شكل شبابك وتديم عمر جمالك وتخليكي ما تحسيش بتقدم العمر. الطفولة والاهتمام، يعني أنا بهتم كتير، بلعب رياضة، باخد فيتامينز، بهتم شوي مع الدكاترة. مؤخرا غيرت أسناني، عرفتهم شوي لقدام، عمل إياهم دكتور اسمه مجد ناجي، فغير لي شكلهم. فيعني طول الوقت هيك بلعب على خفيف كتير كتير كتير، بعمل الأشياء اللي ما فيها ريسك، لأنه عم شوف ناس يعني اللي بيبالغوا عم يتغير كتير شكلهم، بصيروا بيرعبوا، وفيعني بخاف كمان من كتر اللعب. كتير كتير حريصة. بس هو بخاف. يعني إتاحة عمليات التجميل بتطمن، مش بتريح كتير. مش كتير، لأنه عم نشوف مصايب، يعني تشوفي مرات نسوان ملوق وشون أو رايح وجاي، يعني بتشوفي شوفات والتم أنا كتير. أنا كان نفسي أني يعني أعمل شوي هيك يعني نقطة، وبعدين قلت عملته، جربته مرة بجنيف، عملت شوي تمي، كبرته نقطة، وانبسطت الحقيقة فيه كتير كتير انبسطت. بس جيت مرة تانية أفكر خفت منها، لأنه عم شوف الناس تحولت يعني تحول وشون لتم كبير، فخايفة إنه يعني خايفة يعني عليه. بتخافي من عمليات التجميل، مش قلبك ميت في عمليات التجميل، مش إنه بغني من عيوني ولا بغني من خدي، فخايفة عليه. فوقفت قلتي كلنا عيوب، واللي بيقول على نفسه إنه عيبه إنه طيب هو العيب بعينه. بالضبط، هاي حقيقة. أنتي بتقابلي ناس كتيرة كده. يعني بس يمكن هي طبيعتنا انه نواسي حالنا، انه نحن، لان دائما نحن، انا علمت اولادي وكنت اعلم اخواتي ومنهم اختي ريم، كنت اقول لهم دائما انه لما بنتخانق مع حدا، مشان هيك انا محيطي كبير، اصدقائي كتير الحمد لله رب العالمين، واصدقائي معلقين فيي تعلق، يعني الام بنتها او البنت بامها، لما بتركهم اغلبهم بيبكوا، يعني لما بسافر مثلا من دبي ولا بطلع من تونس ولا برجع من قطر ولا برجع من السعودية، كل أصحابي بتأثروا لسبب إنه علاقتي فيهم كتير علاقة حقيقية، كتير علاقة ما فيها شوائب. أنا لما تجوزت طارق ليه بديت من الصفر؟ يعني ليه بديت معاه؟ ليه حبيته كتير؟ لأني بعرف أبدأ من البداية. عمري ما تعاملت مع طارق على أنه أنا وحدة صاحبة تجربة سيئة فبدي فحذرة، عمري ما تعاملت معه بحذر. أنا لما تجوزته كأنه هي أول مرة بحب، هي أول مرة بعشق، أول مرة بكون زوجة، أول مرة بكون حبيبة، أول مرة. ومع أصحابي نفس الشيء طبعا، بس أنا بقول كنت محظوظة، يمكن مش عارفة أنا محظوظة ولا أنا، لأنه بتطلع خيراً بالناس، فبالتالي يعني حظي كويس مع الأصحاب، فأنا عارفة دائماً أخذ المنيح من الناس. اللي كنت بدي أقول لك يا قبل شوي وضيعت القصة، إنه دائماً نحن منفكر إنه لما منتخانق مع الناس إنه والله عمل فيي، شفتوا شو قليل الأصل، حكى علي، مع إنه نحن مرات منقصر، يعني أنا كتير بقصر مع ناس، مرات منغلط كتير، منغلط كتير، ومرات من يعني غصب عننا من لتلت، منقول قصة ما لازم نقولها، مننتقد ما لازم. ليه منزعل إذا الناس انتقدتنا؟ مع أنه أنا بكره الانتقاد جدا، بهذا عم قلك هذا يعني أحد عيوبنا، أنه بدنا نحن مرات نقعد يعني ننتقد، قول مثلا قول عليك عاجبني معاجبني فستانك، وانتي زلتي لي التوب تبعك أصالة متخنك، لأنه أبيض بالحقيقة حسيته متخني شوي، لا أبدا بالمرة اتضايق منك، مع أنه أنا ممكن قلك مثلا فستانك، يعني نحن مرات بدنا نحاسب الناس وما نحاسب حالنا. فهذا اللي كنت دائما أقوله لأخواتي وولادي، إذا رفيتك زعلانة منك فكري كمان أنت أكيد مزعلتيها بشي، إذا هي قالت لك شي يمكن أكيد أنت قلتي لها شي، وهذا سبب استمرار علاقاتي، أنه أنا دائما بتطلع وقادر أقول آسف. أنا دائما بقدر أقول بعتذر. أنت غنيتي أسفة مش بس قلتي أسفة، غنيتها حتى. شفناش أبو بنتك في فرحها؟ ما قدر يجي، يعني هو عموما غير متواجد بحياتهم على الإطلاق، من وقت يعني من وقت الحمد لله يعني الانفصال، ما كان موجود بحياتهم إطلاقا، يعني حتى ولا الاطمئنان، نادرا ما يتصل. هو حتى بيقول إن أنت اللي بتبعدي بينه وبين أولاده، يعني مش ممكن يكون هيك. أولا
يعني مش ممكن يعني هاد مو دوري. أنا أكيد حريصة على نفسية الأولاد أكتر ما أكون حريصة على أي شيء تاني أو أكتر ما يكون مؤثر فيه أي شيء تاني. يعني شام ولودي اليوم ما شاء الله يعني الحمد لله رب العالمين بنتي هاي أونر 4.0 ناجحة محبوبة نشيطة صديقة لكل البشرية نفسيات يعني الحمد لله ما فيش أروع من هيك. ابني لودي كمان يعني اجتماعياً متوازن لدرجة غير عادية محبوب كول لطيف. هلا مثل كمان تيتو خلاه يمثل معاه بالفيلم. فيعني أولادي أنا بذلت مجهود يفوق خيالك لحتى يكونوا متوازنين. فبالتأكيد أنا دائما حريصة أنه خلي كل تفاصيلهم مزبوطة. كان كتير كتير بيهمني وبيعني لي أنه يكون عندهم أب يهتم فيهم على الأقل باتصال بالأسبوع. بيساعد على التوازن أكثر بيساعد حتى. لأنه أنا كل شيء مهم بحياتي هو نفسيتهم وهذا اللي بشتغل عليه بحياتي وهذا السبب أساسا حتى طموحي وحتى يعني كل ما بتكبر أحلامي بتكبر لهم إلهم. فيعني أكيد أنا كتير بهمني أنه يكون في أي نوع من أنواع التواصل بينه وبينهم. ولكن هو يعني شخص قرر أنه يكون مع نفسه أساساً كانت هي مشاكلنا وهي سبب انفصالنا. فمشان يعني ما يقولوا الناس كتير بيتصلوا يعني بيتواصلوا بس بشكل كتير كتير قليل. فكونه ما كان موجود هذا اختياره مش اختيارنا بالعكس. بس يعني إنه حتى إذا قليل يعني بس فرح يعني زفاف هذا مش كل يوم قراره والله العظيم ومن خلق بابا إنه ما إجا بقرار منه وإلا أن نتواصل ودعوا شام يعني كتير عملت مجهود أنه يكون موجود بس هو شكله ما قدر على الموقف. يعني الحقيقة هو مش قادر على الموقف يكون موجود اللي قاله؟ ويشوفني مع تيتو خصوصي أنه أنا يعني أنا وطارق إحنا ما بنعرف غير ندلع بعض نحب بعض نحدم بعض وإلى آخره. فهو يمكن مش قادر على هالموقف خصوصي نحنا بفرح شام بدنا نكون براحتنا بدنا نرقص سوا وبدنا نفرح سوا وبالتأكيد كنا حنفرح بوجوده. ولكن هو ما كان هو ما كانش هيفرح مش قادر ما كانش هيفرح يكون شاهد على هالفرح. سمعنا إنك كنت رفضة تماما جوازة شام لأنها صغيرة بس لأنها صغيرة يعني لأنها بيبي. أنا كل الوقت كنت فكر كنت بتمنى أنه بنتي تستنى. يعني أنا تجوزت بالمرة الأولى صغيرة كتير ودفعت ثمن كتير كتير غالي. 13 سنة من عمري بدفع ثمن بداية قرار خاطئ كان من البداية. خايفة أنها تدفع نفس الثمن؟ كنت خايفة عليها أن تكون مندفعة أن بيبي كان بيودي أن تخلص دراستها وتشتغل وتتجوز نفس الشخص. بس لما تكبر شوي كان بيودي أنها تكبر وتتجوز. بس الحمد لله الحمد لله أنها تجوزت وكان قرارها وبجنن الولد. أنا بحبه كتير وبحسه أنه ابني حقيقي بحسه أنه ابني وأني أنا مربيته لأنه هيك كان قطعة من قلبي فهمان علينا ولطيف وطيب ومتسامح ومستوعبها وآخذ دور الأب معها. وهذا بالنسبة لي يعني تسوى كل الدنيا إنه هو آخذ دور الأب رائعة. انتصر يعني. الحب في الآخر؟ أي انتصر الحب الطفولي وثمان سنين يعني فعلا كانت صغيرة جدا 13 سنة ما فيش شفناها مسافرة معاكي وبتحضر معاكي حفلة في شهر عسلها في أوروبا. شوفي نحن أنا علاقتي بولادي علاقة أكتر بكتير من علاقة أم بولادة بكتير وخصوصا علاقتي بشام. علاقتي بشام يعني أنا ما بعرف لما تجي حتى لو كانت راحت على بيتها نص ساعة لما ترجع تفوت نحن ساكنين مواجه بعض يعني بطلع من بابي بناديلة من باب بيتي. بس مع ذلك كل ما بتفوت علي لو غابت نص ساعة بوقف لها. لما بتطلع عليها كل الوقت بكون مبتسمة. إذا غابت ساعة لما بتجي بتحضني ومنبوس بعض كتير. نحنا في علاقة حب. بس قالوا عليكي حما مسيطرة أخدتيها من جوزها في شهر عسلها. لا هي بتحب وجوزها بيحب يكونوا معي. وكان عندي حفلة فهني نطلعوا يتسلوا وينبسطوا. هو بيحب يكون مع مجموعة يعني هو بيحب يكون بيننا. فطلعوا انبسطوا يعني شو فيها أنه شو شهر عسل يعني. ما بعرفش يعني شهر عسل لازم يكونوا العروس والعريس لوحدهم. كتير حلو أنهم يكونوا معانا يعني بالآخر بيروحوا مثلا غرفتهم وإلى آخره. بس أنه نحن بنهار مع بعض.
دي الأم الغيورة بتتكلم دلوقتي؟ لا لا أنا ما بشوف شام غير طفلة، وأظني جوزة بشوفها طفلة، والدنيا المفروض كلها تتعايش معها لأنها طفلة، وهي حتى إذا بتشوفيها بتشوفي تفاصيلها تفاصيل طفلة. طفلة عمرها 3 سنين. بتتدخلي قوي في تفاصيل حياتها الزوجية؟ إطلاقاً هي بتتدخل بتفاصيلي والله العظيم. أنا ما بتدخل، بترك لها القرارات بكل تفاصيل حياتها. إلا لما قالت لي إنه بدها تسافر لندن قلت لها أوكي، بس كنت طبعاً مدمرة وعم بتقطع، عم بتقطع لأنه ما بعرف كيف بدي أعيش بعيدة عنها، لأنه ما تعودت أن يكون بعيدة هي عنها. نقلت سابت جامعة أوكسفورد علشان تدرس في الجامعة الأمريكية في القاهرة. صوري. علشان خاطرك. علشان خاطري. ولأنه يعني ولا أنا بقدر أعيش من غيرها ولا هي، ونحن تربطنا شيء يعني أكثر من المحبة. يمكن كمان أنه شامي كانت شاهدة على تفاصيل ما كان المفروض تكون شاهدة، فكان عندها خيارين كان المفروض هي تختار بينهم، أو يمكن أنا ساعدتها كمان بالاختيار، إما تكون منزوية وخايفة ومرعوبة من الحياة، أو تاخذ دور الدفاع عني وتكون مبسوطة بقوتي وترجع تساعدني على الانطلاقة الثانية. هي اختارت الثاني، اختارت أنه تكون جنبي لنرجع نستقبل الحياة بالشكل الصحيح.